وأخيرا برنامج هذه حكايتي، حكاية ملهمة اللي ضروري تسمعوها. الإنسانة غيحكموا عليها التقاليد والأعراف أنها تعيش حياة معقدة، تعيش حياة ما بين عيب وحشومة وعار. هاد الإنسانة نهار غادي تقول حلمي هو الأول، فما بين ليلة وضحاها غادي تلقى راسها مطرودة من الدار بلا حنين ولا رحيم. هاد الإنسانة في نظركم غتكون حققات حلمها أو لدارهم كان سبب باش أنها تخرج على الطريق الصحيح. حكاية اليوم مستحيل أنك تسمعها وتساليها وما تلقاش راسك باللي أنه جاتك طاقة إيجابية. مرحبا بكم على قناتنا سلامي ليك باش تفرجوا في الحلقة كاملة. سلام ومرحبا بكم على قناتنا سلامي ليك. ديك النهار قبل ما نجي المغرب قلت لكم فين ما مشيت غنديكم معايا، ولكن قبلوا على الديكور ديالي، انا اليوم كاينه في البلاد، فقبلوا على البلاصه اللي انا فيها، ولكن حلوا معايا ودينتكم للحكايه اليوم. ايمان كاسم مستعار لصاحبه القصه كتقول بلي انا اليوم عندي 33 سنه، الوحيده اللي عند الام ديالي والاب ديالي، عندي خوتي ذكوره من الاب. كبرت وسط واحد العائله اللي هي محافظه، اللي عندهم التقاليد والاعراف فوق من اي حاجه. من الطفوله ديالي وانا كنتمنى انني نعيش الحريه ديالي، ولكن في هاد العائله اللي حليت فيها عيني ما كانش عندي الحق نختار، او حنا البنات نتاع هاد العائله ما كانش عندنا الحق نختاره. غادي تحكم عليا الظروف باش انني نعيش وسط عائله متزمته وعندهم اي حاجه كتخالفها البنت وتنضرها فهي حرام وحشومه وحتى عيب. عشت وسط عائله اللي كتفكر في الناس اكثر ما كتفكر في ذاتها وحتى في راسها. هادشي كامله فوتته وانا صابره وما عشت واحد الطفوله اللي عاشوها كاع البنات. ابسط مثال، الناس في الصيف كيخرجوا مع وليداتهم للبحر، حنا كان عندنا غير مجرد انك غير تمشي ليه فرا كان عيب. الصيف حنا كان خصنا نجلسوا في الدار نتعلموا نطيبوا نديروا الشغل ونمشيوا للمسيد باش نتعلموا القران. في عائلتنا ما كانش عندنا هذاك المتنفس الترفيهي بحالنا بحال الناس او نخرجوا ندوروا كعائله. المهم هكذا حكمت عليا الظروف، وبما اني غادي وكنكبر وليت كنقنع راسي بلي انه كاع البنات راهم عايشين نفس الحاله اللي كنعيشها بنفس التقاليد والاعراف. غادي نوصل للاعدادي مع العلم انني كنت قرايه بزاف وبرتبه متميزه، وديما كنت انا هي الاولى في القسم، واذا جبت شي نقطه ما عجبتنيش كنت نقدر انني نسد عليا في بيتي ونبقى مقلقه لمده طويله. هادشي كله علاش؟ لانهم كانوا تيضربوني على القرايه. غنمشيو لمرحله الليسي فين غادي تبدا المعاناه ديالي. لما دخلت للثانويه العام الاول ديالي كانت عندي ديك الساعه 15 سنه، الام ديالي غادي يجيها سرطان الثدي وفي المرحله الاخيره ديالو، وبحكم انني كنت ساكنه في واحد المنطقه اللي ما بيهاش مصحات او حتى جمعيات باش انهم يعاونونا، فماما غادي تبقى كتعاني كل نهار وانا الوحيده اللي كنت واقفه معها، حيتاش انا الوحيده اللي كنت عندها. ما كنتش انا ذاك عارفه واش نركز على قرايتي او لا نديها في ميمتي. المهم بقينا على ديك الحال 6 شهور حتى ماتت. وهنا غادي ندخل في مرحله واحده اخرى من المعاناه، غادي نتازم وما نبقاش نمشي للمدرسه، وما بقيتش ديك ايمان اللي كنت، وليت كنرجع اللور بشويه بشويه، وبابا بدا كيهملني. خوتي ذكوره ولاو تيقلبوا غير فوقاش يزوجوني، حيتاش ميمتي اللي تقابلني وتديها فيا مشات، وما بقاش عندي دور في وسط العائله من غير انني نتزوج. في نفس الوقت بديت كنعاني من الحرمان ديال الاب اللي شبه موجود، وكنحس بلي انني وليت عاله على الجده ديالي اللي كنا عايشين معاها. انا بطبعي انسانه درويشه، ولكن في هاد السيتواسيون اللي طحت فيها اي حاجه ولاو كيقولوها ليا تنديرها وكنسكت غير باش يخليوني انني نكمل قرايتي وما نديرش شي حاجه اللي تخليهم انهم يدويو فيا. كنت كنطلبهم انني نوصل غير لذاك الباك، ومن بعد اذا بغاو يزوجوني يزوجوني، هذا هو المطلوب الوحيد اللي كان عندي. فعلا عامي الاول في ثانوي دوزتو واخا كانوا النقط ديالي طايحين بزاف، غادي نطلع للسيزيام وغادي ننجح فيه وغادي نطلع الباك وغادي نبدا نقرا بالليل وبالنهار غير باش نوصل لشي حاجه انا اللي باغاها. وتخيلوا فاش كانوا توصلوا لوقات ديال الامتحانات كنت نقول انا غادي نتزوج، علاش غادي نفقس راسي بالحفاظه واخرتها تزويجه، هذا الباك لاش شنو هو الدور ديالو؟ وعاود تنقول ايوا غير نكمل وصاف الخير فيما اختار الله، ما عرفنا شنو تخبي لي الوقت. نجحت في الباك، وتخيلوا معايا غادي نجي انا الثانيه في الجهه ديال واحد المناطق في المغرب، وغادي يفرحوا بيا الناس ديال المؤسسه والجهه، اما عائلتي بالنسبه ليهم هذاك الباك راه والو. فتعياي ما تقراي كانك في الاخر المطاف ديالك غادي تزوجي وصاف وغادي ينتهي الامر، وهذا الشيء كان ضرني بزاف ولكن ما وقفتش عنده. ديك 3 شهور اللي من بعد الباك ديال العطله بقيت كنفكر غير
فشكون هذا الرجل اللي غادي يزوجوني به واللي غادي يجيبوه ليا؟ وبيان سور غادي يكون من المعرفه ديالهم، ديال بابا عمامي او لاخوتي. فعلا غادي يجيبوا لي راجل هما اللي كيعرفوه وكبير عليا وفايت عنده زوج ديال العيالات وماشي من المستوى ديالي. هو بغى يتزوج نحتاج كان محتاج شي انسانه تكون صغيره وتكون بنت فلان. انا شنو غادي ندير؟ سلمت امري الله وقلت اذا بابا راضي عليه فماشي مشكل، غادي نضحي حيت ما عنديش بديل وهذاك هو المصير ديالي. وقبلوا عليا ندير انا وياكم واحد الفلاش باك، غادي نرجعوا شويه للور باش نعاود لكم القصه ديال مرات بابا وكيفاش غادي يكون عندها واحد الدور انها تبدل لي حياتي 360 درجه. بابا كان مزوج ماما الله يرحمها ومزوج بهذيك السيده اللي قاريه، وكانت جاتها واحد الخدمه فين كان تيسكن بابا وغادي تزوج معاه وغادي تولد معاه زوج خوتي الكبار. الاب ديالي كان انسان متسلط وما تيحملش مراه انها تخدم، فهي غادي تسمح ليه في خوتي وطلقات منه ومشات كتقلب على راسها وحاولت حياتها من جديد. هاد مرات با كانت عايشه في مدينه واحده اخرى، فهي كانت انسانه طيبه وكتعامل معايا بحال بنتها، وهي انسانه اللي عزيزه عليا بزاف. فهي عن دورها كانت محتفظه بالعلاقه ديالها مع خوالاتي وحتى مع العائله ديال بابا، واخا كانوا ناس غير قابلين للمعاشره. انا من بعد ما قالوا لي غادي نتزوج غادي نهز ديك الساعه التليفون وغادي نتصل بها وغادي نقول لها بلي غادي نتزوج وغادي نشارك معاها اللحظات الماساويه اللي كندوز منهم اولا الرفض الداخلي لهذا الزواج. وهذه المكالمه غادي تكون بدايه تحولي ل 360 درجه. بحكم ان ماما ماتت وهي عزيزه عليا تنقول لها ماما، غادي نعيط لها ونقول لها الو ماما راه بابا غادي يزوجني، كان موعدني من بعد الباك باش انه غادي يزوجني. قالت لي ايمان واش الهدف ديالك في هذه الحياه هو الزواج؟ واش انت باغا تاخذي الباك باش تزوجي؟ قلت لها لا وراك عارفه راه بابا داير بحال هكا وما يمكنش نبدلو. غادي تقول لي نوضي ديري شي حاجه في حياتك على راسك وراه عطا الله بزاف ديال الافاق انك تتبعيهم من غير الزواج، واذا ما كنتيش باغاه خرجي فيهم عينيك وقولي لهم بلي انك ما باغاش وراكي مازال صغيره حتى 17 العام مازال ما كملتيهاش، خرجي عينيك وقولي بلي انك مازال باغا تكملي قرايتك. ديك اللحظه فاش هي كتكلم معايا جاتني هضرتها بحال شي وحده كتخربق عليا، حيتاش مستحيل من السبع المستحيلات ان بابا يسمع او يتقبل هاد الكلام ويرضى بهاد الشيء. واللي كفس من هاد الشيء هو انه الكليه كاينه في مدينه وحده اخرى، زعما اذا كنت بغيت تمشي نتبع فيها قرايتي غادي نساليو الهضره وقطعات وما ديت وما جبت في الكلام ديالها. غادي نحط راسي فوق المخده هذيك الليله، والله الحي الذي لا يموت الى عينيا بقاو لي كلهم وهم محلولين. كنفكر غير في ديك الهضره اللي قالت لي، تنقول واه انا عندي 17 عام وغادي نتزوج بواحد عنده 47 عام وانا مازال قادره نعطي مازال نقدر ندير شي حاجه في حياتي. صافي وصل الصباح وانا مصممه على ديك الفكره بلي ما غاديش نتزوج وغادي نكمل قرايتي وفين ما بغا توصل توصل. الصباح فقت ومشيت عند بابا وعمي، وبحكم اننا كنا كنعيشوا في دار وحده مع العائله قلت لبابا بلي انه ما بغيتش نتزوج بهذاك السيد حيت انا مازال باغيه نكمل قرايتي. بابا تقبلها بروح رياضية، ولكن عمي غادي يجمع معايا بواحد صرفقة ويقول لي احنا عطينا الكلمة للسيد وغادي تزوجي هي غادي تزوجي. وانا نقول ليه واذا درت هاد الشي شنو غادي دير؟ قال لي ما غادي تعرفينا ما غادي نعرفوك واخر مرة تنصبي علينا. قسما بالله العلي العظيم اذا قال لي هاد الكلام بحال هكا صاف انا وكلت امري الله ودخلت للدار وقلت خاصني ندير الحل لراسي، خصوصا انه دخلت لي الفكره لراسي بلي هاد الراجل باغيني حيت انا صغيره وباغيني حيتاش با فلان وهاد المواصفات راه فين ما مشى يقدر يقاوم. العشية غادي يجيو للدار، مشيت عند واحد خويا اللي داير بلاصتو في الدار وشكيت عليه، مشى عند بابا وهو يقول عليه بلي راه ايمان بغات تقرا بغات دير مستقبلها على الاقل حنا ما قريناش خلاها هي تقرا. قال لي لا شوف فرق بينها وما بين بنات عمها تبارك الله كاع مزوجات ودايرين ديورهم وولادهم، علاش شنو هي غادي نقصها؟ مشيت لعندو بقيت كنشوف في راسي لقيت كندوي غير مع الحيوطه ما كاينش اللي يسمع ليا. بديت نغوت بديت نبكي ونقول لهم بغيت نقرا وما بغيتش نتزوج بهذاك السيد واذا تزوجت به يا غادي نقتل راسي يا غادي نهرب. قال لي واحد عمي دابا منين انت ما بغيتيش هذا السيد علاش غادي ديري لينا الشوها وعلاش غادي تهربي؟ سيري هربي دابا راه حنا ما عندناش البنات اللي غادي ترفض الراجل وما عندناش البنت اللي غادي تقول لا وما عندناش البنات اللي كتخرج تقرا برا المدن، واذا خرجتي فبين غادي يكون غرضك واحد. مع كل احتراماتي ليكم كنعقل غادي نغلط بكلمه واحده يمكن ما غلطتش ولكن تفرقعت، قلت ليهم منين البنت اللي كتخرج من دارها باش انها تقرا كتسمى عندكم فاسقه وانا فاسقه كيف ما قلتو نتوما.
وأقسم لكم بالله إذا قطعوا لي صفحتي من الحالة المدنية وما عطونيش فرصة باش أنني حتى نجمع حوايجي من غير واحد الصاك ليه الزيت وعطوني ديك الورقة ديال الحالة المدنية اللي فيها أنا هي الصغيرة في خوتي وجروا عليا مع 8:40 تاع الليل. قسما برب الكعبة إلا جروا عليا مع هاد الوقيتة وفي يدي صاك ويدي الأخرى فيها ورقة نتاع الحالة المدنية ديالي وما كنتش عارفة فين نمشي ولا فين نحط الراس. جروا عليا وقالوا لي ما تعرفينا ما نعرفوك وحنا من اليوم ما بقاتش عندنا البنت اللي ما طوعناش واذا بغيتي تقراي سير الله يسهل عليك وغادي نشوفوك فين غادي توصلي وما تنسايش غادي تدوري حتى تعياي وغادي ترجعي لي عندنا. تخيلوا كنت كنعقل من ديما لما كانوا كيسخروني كنت كنتقدم ولا نجيب شي حاجه كنت كنشيط واحد الفلوس اللي عمرني ما عرفت علاش وهذه كانت فيها قاعده كل ما تاخرت تنقول غير نقدر شي نهار انني نحتاجهم وصاف. وفي هذيك الوقيته كنت نلعب ما بين البيدجه ديال 5 10 20 درهم واول ما قالوا لي سيري جمعي كاع اللي عزيز عليك من غير الحوايج اللي شرينا لك اول حاجه غادي تطيح لي في دماغي داك الصريف اللي كنت نجمع والوراق ديال المدرسه غادي نهز ساك خفيف اللي فيه غير الضروريات وما فيه حتى البيجاما حيت اذا بان ليهم كبير غادي يقولوا اجي نقلبوه ويلقاو فيه الفلوس. بابا كيشوف فيا بحسره وما قادرش يهضر وما راضيش على داكشي اللي داروا خوتو وجدي وحتى النفس ديالو التقاليد والاعراف ما كانش كتسمح ليه باش انه يقول لي ايمان بنتي غير جلسي. كاينه جمله وحده اللي كانت كتقال هي ما عنديش البنت اللي غادي تخرج تقرا بلا رضاتي. اما من ناحيه داك العريس فرقاو ليه شي تخريجه حتى رجعوه في حاله. 8:40 ديال الليل خرجوني وديك الساعه كنا في شهر 9 خرج وانا ما عارفاش فين نمشي اولا شنو غادي ندير وكنعرف الطريق وحده هي ديال الليسي. اول حاجه باش غادي نبدا الرحله ديالي هي غادي نفرقع ديك الصندوقه ومشيت عند مول الحانوت مشيت خديت من عنده ديك الكلامونات باش تيحلوا البوطات هزيت ديك البركه اللي كنت كنجمع اللي كانت غادي تعيشني اقل من يومين. اول حاجه غادي تطيح في بالي هي ماما ديال ديك المدينه لوحده اخرى غناخذ طاكسي غادي يديني لواحد المدينه اللي غادي نشد فيها طاكسي حتى للمحطه ولقيت بلي انه غادي تعطل باش يديني وشديت الطاكسي وقلت ليه يديني لهذيك البلاصه وغايقول لي مول الطاكسي بلي راه بنتي باش نوصل غادي يخصك حتى ل 8 ولا 9 ديال السوايع. ما خديت والو ما ناكل والو والغريب في الامر انه ما كانش عندي حتى النمره نتاع هذيك ماما كنت كتواصل معها غير من عند جداتي او لا مرت عمي وانا ما كانش في بالي انني نحفظها ولكن كنت عارفه فين كانت كتخدم يعني هذه هي الطريقه الوحيده باش انني نقدر نوصل ليها. خرجت مشيت في الطاكسي وخلصت تقريبا 80 درهم باش نمشي وانا في طريقي بديت نفكر واش هاد القرار اللي خديت واش هو صائب او لا واش فعلا غادي ننجح في هاد الحياه واذا مشيت لعند هاد ماما واش غادي نلقاها واذا ما لقيتهاش واذا ما تقبلتنيش فاكيد غادي نولي بنت الشارع ومستحيل انني نرجع عند العائله ومستحيل نستسلم لشي حاجه خايبه ولا خارجه على الطريق. بقيت كنفكر الطريق كلها بحال هكا واحد الوقت غادي تديني عيني حتى لقيت راسي وصلت وفرحت غادي نهبط لديك المدينه وانا ما تنعرف حتى حد وما تيعرفني حد. هبطت وانا خايفه لانه ينصب عليا ولا يتعدى عليا شي حد وكنت نيه بزاف ما كنتش عارفه شنو ندير ولا حتى فين نمشي. غادي نشد طاكسي صغير وغادي نقول ليه يديني للحبس. قال لي ابنتي هاد الحبس اللي كتسولي عليه راه عاد كيتبنى وجاب الله كنت طحت داك النهار في واحد الراجل مسكين كان طيب معايا اللي هو مول الطاكسي. قلت ليه راني جايه كنسول على واحد ماما وراه خدامه تما. قال لي راه كاين شحال من حبس هنا شكون فيهم. المهم غادي يحطني حتى نقلب في هذوك الحباسات حيتاش عاودت ليه اشنو واقع ليا وعرفني برانيه. المهم غادي ندخل لواحد الحبس من هذوك وغادي نسول المدير وغادي يقول لي بلي انه غادي تبدا حتى الليل الخدمه ديالها وسولني واش عندي فين نسكن. قلت ليه بلي لا وهبطني عند واحد السيد دخلني عنده البيرو وجلسني عنده وبديت كنتسنى حتى العشرة ديال الصباح. باختصار مفيد غادي نتسنى عاوتاني حتى الثمانية ديال الليل مره نعسه مره فايقه مره كانت تقلب. المهم هي ماما جات طرت كنعنقها بحال عنقت ماما الله يرحمها. هي عرفاتني وعنقاتني وفرحات بيا وعرفات باللي انني طبقت داكشي اللي قالت ليا وما بين الحوايج اللي ما قدرتش نصبر عليهم كنت كنعنق فيها ونشم فيها ريحه ماما وكنبكي. عاودت لها كلشي اللي وقع ليا ووعدتني باللي انه عمرها ما تخلى عليا وباللي هي غادي تعوضني على ماما. جابتني للدار ولقيتها مزوجه وحتى هي عندها وليداتها اللي كانوا كبر مني فرحوا بيا وداروني اكثر من خوتهم مده طويله وانا ما كنعش مزيان خفت لا يكونوا عمامي تبعوني وبغاو ينتقموا مني مده طويله وانا مركزه غير مع المصير ديالي ولكن هما بالعكس كانوا باغيين غير يرتاحوا مني ونساوني. هنا غادي تسولني ماما شنو هي الخطوه الاولى اللي ناويه ندير. قلت لها بلي انني جيت لهنا باش نقرا
وما عندي حتى ريال. قالت لي شوفي ما كاينش المحاسبه ما بين الام وبنتها، وحسبي راسك تولدتي من جديد وانتيا راكي بنتي. هاد الكلمه اللي كانت طيبه من جهتها حياتي كلها وهي كتخدم عليا، بدلت لي حياتي كلها من جديد. قالت لي شنو بغيتي تكوني؟ قلت لها انا بغيت غير ندخل نقرا، ولكن الحلم ديالي ما كرهتش نكون طبيبه. غادي تشوف لي في عيني، وقالت لي غادي تكوني طبيبه واحسن طبيبه في العالم. قالت لي غير تبعيني. مشات معايا، وبما انه كانت كتعرف معارف غادي تعاود لي الحاله المدنيه من جديد، ولا دريسه غادي ديرها على الدار ديالها، وكل شيء عاودته لي من الاول وجديد. وليت انسانه جديده، مشيت لمدينه واحده اخرى، تقيدت في واحد الجامعه ودوزت الكونكور الاول ما نجحتش، عاود دوزت كونكور ثاني ما نجحتش، والمره الثالثه غادي نتقبل وغادي ندخل نقرا الطب. وبديت كنقرا وكنت كنطير من الفرحه. كانت عندي امنيه واحده وتساؤل واحد، كيفاش كانت ماما تكون لو كان شافتني اليوم بحال هكا، علما انها هي كانت باغاني نوصل لشي حاجه. دوزت العام الاول والثاني، وكانت القرايه صعيبه، وكنمشي نتشكى على ماما كنقول لها راني عييت، وكتشجعني وتوقفني وكتقول لي اللي بغيتي نديرها لك وراكي غادي توصلي، زيدي صبري وكملي. كانت واقفه معايا. العام الثالث غيدوز، العام الرابع، العام الخامس بدينا كنخرجوا نتدربوا. كنت كنقرا الصباح وندير ستاج بالعشيه، وليت كنقرا كنخرج كنلبس كنسافر، تعرفت على ناس وليت عايشه حياتي مزيان، واخوتي كيبغوني، ماما حتى هي وراجلها عمرهم حسوني بشي نقص او قالوا لي بلي انني غريبه عليهم، لدرجه انني عمرني حتى ما فكرت فيه، حيتاش كنت مرتاحه معاهم وهما كانوا كيعيطوا عليا غير بنتي. ولحد الان في الوقيته ديال السطاج كنت تعرفت على واحد الولد اللي كان زويان وظريف، وكان عرفني على الام ديالو، غادي نتبادلوا النوامر ديالو، وبقينا كندويو في الواتساب والفيسبوك. كان تيسول فيا بالليل وبالنهار، وكان تيدوز عندي الخدمه اكثر من 3 سنين. كنا اصدقاء في هذه المده كلها لا غير، الى انها غادي تتطور من بعد وغادي تولي علاقه حب. كان بالنسبه ليا اول واحد كنعرفو في حياتي، حسيت بمشاعر تجاهه. فمن بعد غادي نحكي ليه هادشي من جدز من الاول. غادي شرط عليا شرط واحد، هو انه لما نكمل قرايتي يتزوج بيا، وفعلا داكشي اللي وقع. فذاك الاول كان انسان عايش خارج المغرب، تيمشي وكيجي، وكيف ما قلت لكم تعرفت عليه في السنه الخامسه ديالي، دوزنا 3 سنين، ومن بعد غادي نتخرج وغادي يحضر التخرج ديالي هو ماما. اليوم الثاني من بعد التخرج ديالي غادي يجي عندي هو ماما للدار باش انهم يخطبوني. هاد الانسان كان ديما معايا في مكالمات ورسائل، وكان مواظب وكان بعقله، حتى وليت كنبغيه لدرجه كبيره. واللي كان كيعجبني فيه هو انه كان موعدني باش انه كي ناخذ الدكتوراه ديالي يجي لغد لانه يخطبني، وداكشي اللي وقع. من بعد غادي يطلب مني باش انني نمشي نقرا واحد اللغه بيد ما نلقى الخدمه، باش ما نبقاش غير جالسه نقرا اللغه ديال البلاد اللي غادي نمشي ليها. فعن دوري قبلت، قريت لمده 8 شهور، وهو اللي كان كيديني واحد الوقيته غادي يخرج لديك البلاد، وقلت اجي نكمل. فقريت كاع المستويات نتاع ديك اللغه على اساس اذا تزوج ومشيت تما نعرف نخدم بخدمتي وبلغه مختلفه، حيت هو اللي كان موعدني بهذا الشيء. غادي يجي النهار فاش كل شيء بدا كيدوي، وباللي صافي بركه من الدخول والخروج وخاصنا نتزوجوا. غادي يقول لي جمعي اوراقك ورصي كل شيء، وانا غادي ندخل المغرب وغادي نديروا العرس. داكشي اللي كان، انا وماما وخوتي وحتى الوالده ديالو غادي نبداو نوجدوا لضريب الصداق، واللي غادي يكون شي حاجه كبيره وغادي نتجمعوا فيه بلا عرس بلا والو. من بعد غادي نمشي نكمل التخصص ديالي في ديك البلاد معاه. المهم عن دوري غادي نعربن للتريتور نكافا كلشي، المهم تعربن من طرف ماما وبابا. وانا في ديك اللحظه كنت باغا نموت من الفرحه، وخبا الحقيقي وخوتي الاخرين ما كاينينش، ولكن ما حسيتش بداك النقص ديالهم، حيتاش هاد المده كلها عمر شي حد ما كان سول فيا اولا سول من مورايا، من غير عيالات عمامي اللي كانوا كيسولوا فيا وغير بالتخبيه عليهم، وكانوا عارفين المراحل وشنو كيوقع في حياتي. المهم وجدنا كلشي نهار السبت، وهو كان جاي نهار الاربع، وماما عرضتنا باش اننا ناكلو كسكسو نهار الجمعه، كلشي هو هذاك والناس معروضين، وحتى ماما عرضت الناس نهار الجمعه باش يتغداو. في داك النهار غادي نتلاقاو بواحد السيده اللي ما عمرني ما شفتها، حتى قالوا لي بلي انها راه خالت فلان. سلام سلام، هي المدام ديال فلان؟ اييه. قالت لي الله يسهل عليك راكي غزاله، وبدات كتمدحني. السيده كانت باينه طبيعيه، كانت تدوي معايا طبيعي، وقالت لي بلي انه يا بنتي ايمان راني بغيت نسولك وما ديريهاش مني قلت صواب. قلت لها هي مرحبا خالتي. والبلاصه اللي كنت جالسه فيها كانت فيها الام ديالو وخالته، امي واختي وجداتي اللي هما الوالدين ديال ماما. قلت لي بغيت نسولك هذيك المراه اللي مزوج معاها فلان واش تلقاه ولا مازال، وداك الوليد مع من غادي يبقى؟ باينه غادي يبقى مع مو، حيت باقي مازال صغير وغادي تكرفس معاه. عرفتو انا كي وليت بحايله خويتو عليا السطل ديال الماء بارد.
حماريت وصفاريت وخضاريت وما بقيت عارفه ما ندير ولا نقول، والضغمه وحلات ليا، ويا ريت لو كان قالتها هير بيني وبينها كانت غادي تصلح الامور، ولكن كانت قالتها قدام ماما، وماما هي انسانه لي صارمه ومستحيل ترضى على الدل. في ديك اللحظه ما فكرتش في راسي قد ما فكرت للناس والعراضات والعرابن، وكفس من هاد الشيء هو انه جاو يخطبوني ما قالوش لي راه ولدنا مزوج وماشي حتى شي جنسيه مغربيه، جنسيه من تاع ديك البلاد اللي طلاق عندهم ما تيخرج على عامين. تخيلوا تصدمت، غادي تشوف فيا ماما وهي تقول لي حطي ديك المعلقه وزيدي تبعيني، وعلى وعدي وسعدي غادي نحطها وغادي نخرجوا. المهم وجدنا كل شيء نهار السبت، وهو كان جاي نهار الاربع، وماما عرضتنا ناكلو كسكسو نهار الجمعه، كل شيء كان هو هذاك، والناس كانوا معروضين، وحتى ماما عرضت الناس نهار جمع الغدا. على وعدي وسعدي غادي نحطها وغادي نخرجوا، وهما حتى شي ساكن ما تحرك فيهم حيتاش كانوا عارفين شنو كاين. ماما بقات ساكته بحال مصدومه حيتاش اختها هضرت بكل عفويه، وعلى ما اظن انها ما كانوش وصاوها. جيت للدار كنصوني عليه ما كيجاوبش، كنصيفط ميساج كذلك ومثال. ماما غادي تحيد لي تليفوني وتهرس لي لافيشور اللي فيه، ما لقيتش فين نحطو. جي شنو نقول للناس اللي جايين؟ كيفاش نصلح هاد الامور؟ غادي نردو لهم اي حاجه جابوها لينا، وماما غادي تقول لي ما تقلقيش وهادشي راه كيوقع وان شاء الله غادي تفوتيه. المشكل الوحيد اللي كان عندي هو انه كنت حاطه فلوس باش تخرج ليا الفيزا على اساس انني نمشي عنده، والحمد لله حيت هادشي وصل بحال هكا، حيت في الاخير غادي يخسر عليا ميساج واحد اللي فيه سامحي ليا، وانا هادشي ما كانش لي صحاب لي غادي يطول بحال هكا. غادي نبلوكي وغادي نمسح اي حاجه ربطتني معاه، غادي ندخل في مرحله الاكتئاب اللي ما خرجني منها حتى شي حد من غير راسي براسي. كنت مره كنطلب في الكونت ديالو كنشوف كيفاش عايش، فعلا لقيتو عايش الحياه مع مرتو وولادو، وهنا بحيلة غادي نصرف قراصي وغادي نقول انا هاد البلاد اللي هو باغي يديني ليها، انا الفيزا راه خرجت ليا اجي نمشي ليها، غادي ناخذ قرار وغادي نمشي ليها. غادي تشجعني ماما باش انا نمشي نكمل في الحلم ديالي واللي هو الطب، ووعدتني من جديد باش انها تقاتل معايا وتخلص عليا. غتبلوكي ليا الفلوس اللي كاينين في الكونت وغادي ندفع لواحد الجامعه وغادي نتقبل. مشيت وليت مرزنه اكثر وما كندير الحاجه حتى كنعرف فين كتخرج اولا كيفاش غتخرج. عامي الاول كان صعيب بزاف، ما كنعرفش الناس واللغه ديالي ما كانتش مطلقه مزيان، وعايشه في بلاصه ما فيهاش العرب وعندهم واحد النوع من العنصريه تجاه العرب. غادي ندوز 5 سنين ديال القرايه وغنتعرف على واحد الانسان من جديد، غنسمح لراسي فرصه جديده. غندوز 5 سنين ديال القرايه وهنا فين غادي نتعرف على واحد الانسان من جديد، غنحاول انني نعطي فرصه لراسي من جديد. تخيلوا معايا غادي يجي قدامي بلا مقدمات ولا تفليه وغادي يقول لي عجبتيني وبغيت نتزوج بك، واش بغيتي تزوجي بيا؟ علما انني كنعرفو من التخرج وعرفتو مزيان وحتى هو عرفني. خديت التخصص ديالي كطبيبه في الجراحه العامه وغادي نهبطوا للمغرب وغادي نتزوجوا. عوضني الله بانسان حنين فيا وعوضني على امور كثار، وديما كان كيشجعني باش انني نمشي نشوف ديك العائله اللي تخلاو عليا. فعلا غادي نمشي غنتلقى بابا مريض وعمي المتسلط كان توفى، وحتى الحياه اللي كانوا عايشينها تبدلات. غادي ندخلوا المغرب وغيشجعني راجلي اكثر باش اننا نستقر فيه ونخدم فيه. انا اليوم طبيبه الجراحه العامه متزوجه بانسان في قمه الروعه وعندي 2 وليدات، والحمد لله تحسنت علاقتي بالاب ديالي. مره كنمشي كنشوفه وسمحت لاي واحد اذاني، وحاولت انني نرجع ولو شويه لماما من داكشي اللي دات معايا، واخا الصراحه ما نقدرش نرجع لها كلشي. وهاد القصه اللي عاودت لكم تحت اذن من الزوج ديالي، وهاد الامور ما عمرني تجرأت باش انني نعاودها لشي حد من غير العائله ديالي ومن غير العائله والقناه نتاع سلامي ليك على مصداقيه البرنامج ديالها. اجابه على هاد الكلام الطيب فهذا شرف كبير لنا وشهاده نعتز بها كنحطوها فوق ريوسنا. ايمان كتقول نصيحتي بغيت نقول لاي بنت عندها طموح ولا احلام كافحي باش توصلي، وعمرك ما تفكري باش انك ديري شي غلط، مثلا انك تضيعي روحك وكرامتك مع انسان ما كيستاهلش. اذا فكرتي انك شي نهار تضحي عرفي مع من وعرفي شنو وعرفي باش تضحي، عرفي مع من تعشري، واكبر من هذا قرايتك ثم قرايتك قبل كل شيء، والشواهد ديالك هما اللي كيقولوا شكونتي. قصتي بغيتها تكون عبره لكل انسانه كتقول الزواج هو الحل، اللي ماشي بالصح الزواج ماشي هو الحل. فكري انك تحققي ذاتك وعاد اختاري انسان ماشي يكون غير راجلك ولكن يكون سند، نهار طيحي تلقايه. واختم قولي بلا اله الا الله محمد رسول الله. ايمان قالت كل شيء، ما عندي ما نزيد.
لطف ديال مولانا كنحيط بها في كل لحظات. زائد على هذا اذا لاحظتوا انه لقات انسانه اللي هي طليقه الاب ديالها عودتها على كل خير، حاولت تعطيها الامومه اللي فقدتها، شدت بيديها وطلعتها لداكشي اللي بغات. صحيح انه تيتمت من الام ديالها، ولكن ربي ما يتمهاش من حنان جديد ومن مستقبل جميل ومن لطفه. هذه كانت قصة حلقتنا اليوم. كنتمنى هذه الحكاية نتاع إيمان أنها تخلي فيكم أمور إيجابية وتخليكم تعودوا التفكير في أحلامكم وتقاتلوا عليها باش تحققوها، حيتاش إذا آمنتي براسك غادي توصل لذاك الشيء اللي بغيتي بإذن من الله تعالى. فما تبخلوش عليها بالشكر وبكلام طيب كيف ما عودتنا، ونلتقي في حلقة مقبلة بإذن من الله تعالى. سلام سلام.